أحدثكم من السعودية، وسنسافر إلى أمريكا ليكون متسابقنا من أمريكا هو نور الدين أحمد عيد. نشاهد الفيديو سويا على الشاشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي نور الدين أحمد عيد وعمري 10 سنوات. أنا أسكن في أمريكا ولكن أصلي من مصر، واليوم سأقرأ عليكم من سورة فصيلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ما شاء الله تبارك الله. الله، نور الدين أحمد عيد من أمريكا، عمره 10 سنوات. ما شاء الله. الله يرضى عليك يا ابني نور الدين، أنا سعيد بك جدا. يا ليتك طولت المقطع شوي، قصير شوي المقطع، لكن جميل جميل، وتلاوة يعني ما تخرج من ابن 10 سنوات بهذا الهدوء. ما شاء الله، وهذه أنت كنت تقرأ بهدوء وبطمأنينة وبثبات وبثقة، وهذا شيء جميل جدا. ثم إن أحكامك صحيحة، أحكامك في القراءة صحيحة. فلتت منك واحدة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، لا بد من الصلة بمقدار حركتين، بينك وبينه عداوة، ولا تقول بينك وبينه عداوة، أن تخطفها هكذا، يعني هذه فلتت منك، لكن الباقي ممتاز. وأسأل الله أن يجعلك من حفاظ كتابه. وإن كنت منهم فاشكر الله عز وجل، وبارك الله في أهلك ووالديك ومن علمك. الله يرضى عليك يا ابني. آمين آمين. إذن يا نور الدين، حماك الله وحفظك وبارك لك الله فيما أعطاك، وهذه هدية الشيخ لك، نصيحة فخذ بها، ومن علموك اجعلهم يأخذون بها.